وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور كريم العمدة. دكتور كريم، كيف ترى أداء تقرير وكالة فيتش وذلك بشأن الاقتصاد المصري؟ نتحدث عن إحدى الوكالات الأبحاث الاقتصادية التابعة لوكالة فيتش، اللي طبعا وفقا للمؤشرات الإيجابية أو التوقعات الإيجابية المتفائلة للاقتصاد المصري حتى عام 2030، على أنها لحجم الاقتصاد المصري كما أشار التقرير يعني سوف يصل إلى 943 مليار دولار. طبعا نحن في عام 2020 وقفنا العام السابق وتحقق الاقتصاد المصري إلى 370 مليار دولار تقريبا، مع توقع أن يصل في عام 2025 إلى 390 مليار، وبالتالي طبعا مع معدلات النمو الكبيرة مع التحسن التدريجي الذي يحدث في المستوى العام الاقتصادي، يعني فدي طبعا مؤشرات بيتم كتابها وفقا لمعايير ووفقا لقواعد طبعا محددة، كما أن يعني توقع أيضا تقرير زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي بالإضافة إلى انخفاض معدل التضخم والبطالة. وطبعا يعني برضه أحب التنويه أنه ليس المسألة الوحيدة أو ليس التقرير الوحيد اللي ينظر إلى الاقتصاد المصري بنظرة متفائلة، ولكن يعني أكثر من مسألة وأكثر من يعني جهة مخصصة في الاقتصاد تحدثت على أن الاقتصاد المصري واعد في السنوات القادمة، وأنه كل عام يعني معدل النمو بيرتفع، طبعا بينعكس على التقدم دكتور كريم. بناء على ما ذكرناه من أرقام والمعطيات التي ذكرتها الآن، من وجهة نظرك هل هذه الإشادات الدولية ستزيد بشكل أكبر من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري لضخ المزيد من الاستثمارات يعني الأجنبية الجديدة؟ طبعا يعني ما نقدرش ننكر أنه منذ عام 2017 مع زيادة حجم الاستثمارات وبالتالي بشكل كبير، أنا برضه بنوه اللي في الفترة دي أكثر عام أكثر فترة مصر تتلقى فيها الاستثمارات الأجنبية مباشرة منذ عام 2009، يعني كان أعلى عام فيها الاستثمارات 2008 2009، وبالتالي انخفضت بعدها الاستثمارات الواردة لمصر، وابتدينا نشوف مع الإجراءات الاقتصادية الجديدة ومع زيادة الأنفاق على البنية التحتية والمرافق وشبكة الكهرباء والقانون الاستثمار الجديدة وخلافه، إن عاد الاستثمار مرة أخرى، الأمر اللي خلى مصر يعني هي الجهة التي تستثمر رقم واحد في أفريقيا، هي قدرت مصر يعني خلال عام 2017 و18 و19 و20 إنها تبيح جنوب أفريقيا عن المركز الأول المتلقي للاستثمارات في أفريقيا، بعد ما كانت جنوب أفريقيا يعني كانت بتستحوذ على هذا المركز لمدة 10 سنين متتالية. طبعا التوقعات إيجابية لها في الاقتصاد المصري، وبالتالي كلما زادت التوقعات كلما ده طبعا انعكس على الاستثمارات الإيجابية المباشرة اللي احنا بنحتاجها بشدة علشان يعني نوسع القطاع الصناعي والتكنولوجي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وهو القطاعات يعني الرائدة اللي احنا يعني محتاجينها بشدة في الفترة القادمة علشان تقود. أشكرك جزيل الشكر أستاذ الاقتصاد السياسي دكتور كريم العمدة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.